الحد الان مطالب ديالنا مشروعه وعادله، انه فاش نطلبوا انه يكون بعد 36 يوم الاداره مفتوح، تنطالبوا انه صرف مستحقات ديال الحراسه والالزاميه لما تصرفات من 2007. من 36 يوم وحنا تناديو اللي في مسيره بدات 6 شهور هذه، تناديو ان غير من المعقول انه طبيب تيتخلص 3500 درهم، من غير المعقول انه التكوين ديالو عنده نفقات اللي ما تتغطيهاش الاجره ديالو. حنا تنطالبوا فقط باعاده النظر في منظومه تقييم المعارف، تنطالبوا كذلك في ان تكون هناك يعني تغطيه صحيه للاطباء الداخلين واطباء المقيمين غير المتعاقدين، يعني مسائل بازيك اللي حنا تنعتبروها مطالب عادله ومشروعه. حنا مازال عندنا بزاف الخطوات النضاليه اللي مازال ما خديناهاش، اننا نضعوا نصب اعيننا للمواطن المغربي في كل مصلحه، راه ماشي ما كاينش اداره المستعجلات. المستعجلات خدامه 100%، كل مصلحه فيها طبيب الحراسه. حنا حد الان نناشد يعني اصحاب العقول الحكيمه في هذه البلاد انهم يتدخلوا لان نوقفوا هذه المسلسل، لانه حنا الهدف ديالنا هو يعني تحقيق المطالب ديالنا.